الصيام عموما يقبله الشرع وحاجه مليحه. قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام 6 أيام من شوال كان كمن صام الدهر، وهذه حاجه مليحه. لكن لازم باش نصوموا الدهر لازم تكون بالطريقه المشروعه والطريقه الجميله والجيده. دوك الان السؤال نتاعك، وهذا هو سؤال المواطنين وسؤال المستمعين طبعا والمشاهدين، في الناس ولات تخطا كثير في هذا الجانب هذا. قبل هذا نروح لك الامام مالك عليه رحمه الله. الامام مالك اللي احنا على المذهب نتاعو في الجزائر وفي المغرب العربي، تعرفين بانه يكره صيام 6 أيام من شوال؟ لماذا؟ في مذهب الامام، نعم لماذا؟ في مذهب الامام مالك يكره صيام 6 أيام من شوال. واحد يقول لك لماذا؟ عم كل المذاهب يقولوا صيام صيام ست أيام. يعني هو ماشي مكره الصيام تاع شوال كست أيام من شوال. وكاين بعض اللي يقول لك الإمام مالك لم يصله حديث 6 أيام من شوال. إذا كان أنا وأنت وصلنا هذا الحديث، ومن قبلنا وصلهم هذا الحديث، والإمام مالك أول من جامع حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، بالمناسبة الإمام مالك هو أول من ألف في الحديث، أول من جمع أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام في الموطأ. إذن الإمام مالك وما أدراك يقول لك باللي ما لحقوش الحديث على الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هذا مستبعد. هو لما كره الأمر هذا علاه؟ أولا قال لم أجد أهل المدينة يصومونه. هو عاش في المدينة، الإمام مالك ما خرج من المدينة، عاش إلا في مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام، حياته كلها قضاها في مدينة رسول الله. إذن قال أنا ما لقيتش أهل المدينة يصوموه. وكيقول ما لقيتش أهل المدينة، كما احنا نقولوا ما لقاش الأغلبية لا ماجوريتي، أما كاين في الناس اللي صوموه، لكن ماشي صوموه بشكل كأنه صيام. إذن قال ما لقيتش أهل المدينة يصومونه، وكذلك قال لم ينقل عن السلف فعل ذلك. السلف يعني هم اللي كانوا قبله، قال لم ينقل فعل ذلك. إذن هو يكره هذا الصيام علاه؟ للمخالفات اللي وقعوا فيها الناس، للمخالفات اللي وقعوا فيها الناس. من هذه المخالفات أنه الناس أصبحت، ولو كانت لاحظي معايا، أنه الناس الآن أصبحت أنه 6 أيام من شوال عندهم مقدسة، صح ولا لا؟ كاين اللي يقول بعد رمضان يقول لك لو كان ما صوم 6 أيام من شوال يقول لك انا نحس صيامي ناقص، كاين اللي حتى يبدا من ثاني ايام. وهذه كذلك نقطه من السلبيات اللي احنا يعني في التسلسل نتحدثوا عليها. اذا كاين درك يقول لك انا لازم الا ما صمتش نحس حاجه ناقصه، اي بار كونتر كيما يقول لك ما تحش بلي حاجه ناقصه، ما هو الا سنه وما هو الا مستحب. رمضانك اذا كان صمته جيدا وزدت درت زكاه الفطر نتاعك وكان عندك الاخلاص لله تبارك وتعالى، العمل تاعك ان شاء الله يعني شكلا صحيح، إن شاء الله يكون مقبول عند الله تبارك وتعالى.